بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم في موضوع جديد وهو الاير بريثنج انجنز. هنهتم بالذات في الفيديو ده ازاي نعمل ثراست كالكوليشنز للاير بريثنج انجنز. ايه هي الاير بريثنج انجنز؟ كنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن حاجه اسمها الروكت موتورز، وقلنا ان الروكت موتورز دي هي عباره عن الانجنز اللي بتستخدم في الروكتس، ودي كنا بنسميها نون اير بريثنج. نون اير بريثنج ليه؟ لانها مش محتاجه هواء عشان تشتغل، وبالتالي كانت ممكن تطلع للفضاء. هي بيبقى جواها الفيول والاكسدايزر مع بعض. لكن هنا في الاير بريثنج انجنز قال لك هي عباره عن المحركات اللي محتاجه للاير الموجود في السراوندنج حواليها، ودي المحركات بتاعه الطائرات المدنيه او العسكريه، وبعض انواع الصواريخ برضو بيبقى فيها اير بريثنج انجنز. وبالتالي المحركات دي عشان تشتغل لازم يبقى موجود فيه اير في السراوندنج اللي حوالين الايه الطياره. طبعا احنا كلنا عارفين الطياره اللي هي مثلا سيفل اير كرافت بيبقى على طول الجناح هنا، وبيبقى تحتها فيه هنا الايه المحركات اللي بنسميها ايه جيت انجنز، او زي ما هنشوف انواعها مختلفه وباسماء كتير مختلفه. الفكره عندي هنا ان الطياره وهي ماشيه بيبقى داخل عليها الاير، بيبقى داخل عليها الاير بسرعه ايه؟ قال لك بسرعه اسمها في ان. كويس؟ وطبعا عشان احنا عارفين في الفلويد ميكانكس لو الطياره ماشيه ب في 1 يبقى الهواء يبقى تساوي ايه؟ يبقى سرعه دخول الهواء الفي ان هي سرعه الايه؟ الطياره في 1 تقريبا يعني. طيب جميل. المحرك ده بقى عامل ازاي؟ قال لك المحرك ده بيبقى ليه مقطع دخول، كويس، وليه مقطع خروج. مقطع الدخول دوت بيبقى داخل له الهواء بسرعه في ان اللي هي غالبا بتساوي سرعه الايه؟ الطياره غالبا يعني، تقريبا الاثنين متساويين. وعندي سرعه الخروج اللي اسمها ايه؟ في اكزيت. وغالبا مساحه مقطع الدخول بيبقى على شكل ديفيوزر، ومساحه مقطع الخروج بيبقى على شكل ايه؟ على شكل نوزل. فبالتالي على طول غالبا مساحه الدخول بتبقى اكبر من مساحه الخروج. بالنسبه للكيسنج اللي بتحاوط الجيت انجن دوت او الاير بريثنج انجن دي بنسميها الانجن ناسل. الانجن ناسل دي هي عباره عن المكان او الكيسنج اللي موجود جواه اللي بيحاوط مين؟ الجيت انجنز الموجود جوه. في الفيديو ده احنا مش مهتمين بايه اللي بيحصل جوه الجيت انجن، بس احنا مهتمين بايه؟ مهتمين بالثراست كالكوليشنز اللي هنعملها على الايه؟ على الانجن دوت. طيب الطياره دي زيها زي العربيه. لو فاكرين في الانترنال كومبشن انجنز كنا اتكلمنا ان العربيه دي فيها حالات كتير قوي مختلفه بنسميها الدرايفنج كونديشنز. الدرايفنج كونديشنز دي كانت شامله ايه؟ كانت شامله مثلا الايدلنج. ايه الايدلنج ده؟ ان العربيه بتبقى واقفه في اشاره المرور مش بتتحرك، وبالتالي سرعه العربيه بتبقى بصفر، وبالتالي كنا بنقول ان البريك باور اللي بتبقى بايه؟ بصفر. طيب وعندنا كمان حاله تانية اسمها الاكسلريشن، ان العربيه بتمشي باكسلريشن، وعندنا حاله اسمها الديزاين سبيد او الكروز سبيد، ودي الحاله اللي العربيه فيها بتمشي بالسرعه اللي هي متصممه عليها مثلا 70 كيلومتر في الساعه، وعندنا الفول لود والهاف لود والكلام ده كله. وبالتالي في الطيارات عندنا برضو حاجه شبه الدرايفنج كونديشن اسمها الفلايت كونديشن. الفلايت كونديشن دي بتبقى عباره عن ايه؟ قال لك عندي حاجه مثلا اسمها الاس ال اس. ايه الاس ال اس دي؟ قال لك دي معناها سي ليفل ستاتيك. يعني ايه؟ يعني الطياره واقفه على المطار، واقفه في المطار في مستوى سطح البحر، وستاتيك يعني ثابته. زيها زي مين؟ زي الايدلنج. يعني بيبقى المحرك شغال والطياره واقفه فين؟ في مكانها. يبقى دي زي الحاله بتاعت الايدلنج. يبقى معنى كده الفي 1 بكام؟ قال لك بصفر. يبقى الفي ان بكام؟ قال لك تقريبا بصفر، بس طبعا في سرعه. ليه؟ لان السرعه بقى بتبقى جايه عن طريق مين؟ المروحه اللي هي بتشفط الهواء عشان تدخله جوه، ودي بتبقى سرعه قليله جدا مقارنه بالسرعات العاديه لما تبقى الطياره ايه؟ طايره على ديزاين كونديشن بتاعها. يبقى اول كيس عندي هي الاس ال اس اللي اسمها سي ليفل ستاتيك، وعندي كمان حاجه اسمها التيكنج اوف. ايه التيكنج اوف دي؟ قال لك التيكنج اوف دي لما الطياره بتيجي تقلع، لما الطياره بتاعتي بتيجي تقلع بتبقى الكونديشن بتاعها اسمه تيكنج اوف. تيكنج اوف دوت بتلاقي ان الطياره كده بتمشي لفتره طويله على المدرج بتاعها او على المكان اللي بتمشي فيه يعني، واول ما تيجي تطير في اللحظه ديت بيبقى الثراست الموجود هنا عالي جدا. ليه؟ لانه هيبدا يتغلب على الجرافيتي فورس بتاعت الايه؟ الطياره. فبالتالي تلاقي الطياره بتقعد تمشي لها فتره طويله كده لغايه في الاخر ما تعمل الايه؟ الاقلاع او التيكنج اوف. عند التيكنج اوف بيبقى درجة الحرارة جوه الكومبشن تشامبر هنا اللي هي درجة الحرارة عند التربينة زي ما نشوف بعد كده بتبقى ماكسيموم. يبقى أعلى درجة حرارة جوه الكومبشن تشامبر أو أعلى درجة حرارة جوه عند التربينة بتبقى إيه؟ بتبقى لحظة التيكنج اوف ديت. ليه؟ لأن الطيارة ساعتها بقى خلاص محتاجة ثراست جامد جدا عشان تتغلب على الإيه؟ وزن الطيارة نفسها. كويس؟ طيب
ده كده ايه كونديشن تاني اسمه التيكينج اوف. عندي كمان كونديشن تالت اسمه الكروز سبيد. ايه الكروز سبيد دي؟ قال لك لما تبقى الطياره ماشيه بالسرعه اللي هي متصممه انها تمشي عليها، زي مثلا ماخ نمبر بنص. طيب الكروز سبيد دي كمان بيبقى معاه حاجه اسمها الايه؟ الفلايت ليفل او الالتيتيود. الطياره دي بتطير على ارتفاع قد ايه؟ لازم برضو ابقى عارف الكلام ده وانا بعمل الايه؟ الديزاين. ليه؟ لان الارتفاع ده هحدد بيه قيمه البي باك والايه؟ والتمبريتشر اللي موجود فيها ايه؟ الجيت انجن دوت. فبالتالي بيبقى برضو في ايه عندي؟ حاجه اسمها الفلايت ليفل. كويس؟ يبقى دي كده الثلاثه فلايت كونديشنز اللي عندي، الاس ال اس والتيكنج اوف والايه؟ والكروز سبيد. طيب كلام جميل قوي. دلوقتي عايزين نعمل كالكوليشنز للثراست، نحسب الثراست اللي بيأثر على الجيت انجن ده ازاي؟ قال لك ببساطه جدا احنا عارفين القانون العام اللي احنا بنستخدمه على طول اللي هو اسمه المومنتم كونسرفيشن، ان احنا بنعمل كنترول فوليوم اللي هو المنقط دوت حوالين الجيت انجن بتاعي، وعندي هنا مقطع الدخول الفي انلت، وعندي هنا مقطع الخروج اللي هو الفي اكزيت، وعندي البريشر عند الخروج اسمه بي اكزيت، هنعمله اهو باللون الاحمر ده كده اسمه بي اكزيت. كويس؟ وعندي عند مقطع الدخول البريشر بيبقى اسمه بي انلت، وعندي حوالين الانجن في عندي بي اتموسفيرك. يبقى عندي كام؟ ثلاث كام بريشر؟ ثلاثه، بي انلت اللي هو بالازرق، والبي اتموسفيرك اللي بالاسود، والبي اكزيت اللي بالايه؟ بالاحمر. كل بريشر من ثلاثة بريشرز دول هيعمل على هيعمل فورس على الانجن. يعني مثلا عند مقطع الدخول عندي البي انلت اللي هي الاسهم اللي باللون الازرق، ودي عموديه على الجسم وللداخل، وعندي هنا اللي باللون الاحمر اللي هي البريشر اكزيت، ديت عموديه على الجسم وللداخل. كويس؟ طيب البي اتموسفيرك قال لك هي بتاثر على كل جسم الايه؟ الانجن باستثناء المقطع ده والمقطع ده. طيب جميل. طب مش من الناحيه دي بيضيع معايا الناحيه دي؟ قال لك اه، يبقى مفيش، ممكن تهمل التاثير على الناحيتين دول لانهم البريشر فيهم متساوي من الناحيتين. طب قال لك ايه رايك كده؟ لو جيت قارنت معايا الاريا انلت بالاريا اكزيت، مش هتلاقي ان الاريا اكزيت، بص كده انا عامل هنا النقط السوداء دي، هتلاقي ان الاريا اكزيت دي هي المنطقه دي بس. فبالتالي الاريا اكزيت اصغر من الاريا انلت. جميل. طب ايه رايك بقى في كماله المنطقه دي اللي هي المساحه الصغيره دي والمساحه الصغيره دي اللي هي دي ودي؟ قال لك دول من الناحيه دي بيأثر عليهم بي انلت، ومن الناحيه الثانيه بيأثر عليهم ايه؟ بي اتموسفيرك. يبقى معنى كده المنطقتين دول عليهم ضغط غير متساوي، فبالتالي هينتج عن هنا ايه؟ فورس مقدارها البي اتموسفيرك في فرق الايه؟ الاريات، ومن الناحيه الثانيه دي طبعا البي انلت في الايه؟ في الاريا انلت. يبقى كده عندي كام بريشر فورس؟ عندي 1 2 3. كويس. عندي ايه كمان؟ قال لي عندي دراج فورس اللي هي مقاومه الهواء للايه؟ للطياره، وعندي اخر حاجه خالص الايه؟ الام جي اللي هي وزن الطياره نفسها. طيب هنلاحظ هنا ايه؟ هنلاحظ ان انا عامل الجيت انجن مايل بزاويه ثيتا مع الخط دوت كده، او مع الخط اللي هو الراس دوت. ايه السبب اللي انا عملت كده؟ قال لك ببساطه جدا لان انا بدرسها في حاله جنرال كيس. في جنرال كيس اللي هعتبرها اللي هي التيكنج اوف. في التيكنج اوف بتبقى الطياره عامله ازاي؟ بتبقى الطياره زي ما عملنا هنا كده، الطياره بتبقى مايله كده، بتبقى مايله. فبالتالي الجيت انجن هو كمان بيبقى ايه؟ واخد زاويه كده مقدارها سيتا مع الايه؟ مع الراسي. كويس. طيب جميل قوي. يبقى عندي كده الام جي بيأثر بزاويه ايه؟ سيتا مع الايه؟ سوري، الطياره نفسها على زاويه سيتا مع الايه؟ مع خط الفيرتيكال ده. طيب يبقى عندي كده الوزن، وعندي الدراج فورس، وعندي البريشر فورسز، وعندي كمان ما انساش ان انا عندي بمشي باكسلريشن، ان انا في التيكنج اوف ده بعمل اكسلريشن، سرعه الطياره بتزيد. كويس. فبالتالي الاكسلريشن ديت هتفرق معايا في ايه؟ هتفرق معايا في الانرشيا، ان انا كمان هيبقى عندي انرشيا لازم اتغلب عليها. كويس. وطبعا هعمل ايه؟ هعمل الكوردينتس بتاعتي، ادي كده الاكس اكسس في الاتجاه ده، والواي اكسس في الاتجاه الايه؟ اللي فوق. ونكتب الايه؟ المومنتم كونسرفيشن. طيب لو فاكرين من درس المومنتم كونسرفيشن، انا عندي كنترول فوليوم هنا بيتحرك بحركه فيها اكسلريشن، وعندي هنا قيمه الفي اكزيت اللي هي الريلاتيف بالنسبه للراجل ده، وعندي الفي انلت اللي هي الريلاتيف بالنسبه لمين؟ للراجل دوت. طيب تعالى كده نشوف القانون. سيجما اف اكس ناقص الاكسلريشن في رو دي في. كويس. دي طبعا تكامل على الكنترول فوليوم، بيساوي دي باي دي تي في رو دي في، طبعا دي في اكس، وهنا كنت كامل على كنترول سيرفيس في اكس برضو في رو في دوت دي. طيب جميل.
بالنسبه للسيجما اف اكس ايه الفورسز اللي عندي؟ قال لك اول حاجه عندي الفورسز اللي هتبقى باللون الاسود اللي هي الام جي في كوزاين الايه؟ سيتا. يبقى هنحلل دي كده ام جي كوزاين ايه؟ سيتا. كلام جميل. يبقى سالب ام جي كوزاين سيتا ناقص الدراج فورس اللي هي اهي كل ده في اتجاه السالب. طيب زائد بي اتموسفيرك في الاريا اكزيت ناقص الاريا انلت. فين الكلام ده؟ شايف كده البريشر فورسز الصغيره دي؟ هيبقى عندي ديت بي اتموسفيرك اهي في المساحه اللي هي الصغيره دي والمساحه الصغيره دي اللي هما بيساوي ايه؟ بيساوي الاريا الكبيره اللي هي الاريا، سوري هنا دي غلط، الاريا انلت كبيره ناقص الاريا ايه؟ ناقص الاريا اكس. كويس. يبقى اريا انلت ناقص الاريا انلت، الاريا الكبيره ناقص الاريا الايه؟ الصغيره. زائد البي اكزيت في الاريا اكزيت. فين البي اكزيت في الاريا اكزيت؟ هي باللون الاحمر. بي اكزيت في الايه؟ في الاريا اكزيت ديت. واحنا عارفين ما تنسوش ان البريشر ايه؟ تاثيره على طول للداخل. يبقى بي اكزيت في الاريا اكزيت ناقص بي انلت في الاريا ايه؟ انلت. يبقى دي كده عندي اهي فورس ناقص الايه؟ الترم بتاع الاكسلريشن هو ناقص الماس اللي هي الرو دي في في الدي في باي دي تي اللي هي الايه؟ الاكسلريشن. كويس. بيساوي عندي الترم ده الفي اكس ده هي عباره عن ايه الفي اكس دي؟ قال لك الفي اكس دي هي السرعه داخل الكنترول فوليوم اللي هي السرعه جوه هنا. والرو دي هي الدنستي داخل الكنترول فوليوم. طيب هل السرعه بتتغير مع التايم؟ قال لك لا. هل الدنستي بتتغير مع التايم؟ هنفترض انها ستيدي ستيت، هنفترض ان كل ده اصلا ايه؟ سي مثلا ستيدي ستيت، فبالتالي على طول الترم ده اصلا احنا كنا متفقين ان على طول الترم ده بيساوي ايه؟ صفر. كويس؟ طيب نيجي للتكامل بتاع الايه؟ الكنترول سيرفيس. عندي كام سيرفيس هنا؟ قال لك افترض ان مقطع الخروج ده اسمه اس 1 ومقطع الدخول ده اسمه اس 2. يبقى عندي تكامل اس 1 اهو الفي اكس ديت اللي هي الفي اكزيت دي اتجاهها ايه؟ دي لتحت كده، يبقى دي اتجاهها سالب، يبقى سالب في اكزيت. طيب دي ام دوت اوت ولا ام دوت ان؟ قال لك ام دوت اوت، يبقى رو في دي اي. كويس. بالنسبه للسيرفيس رقم 2 الفي انلت قال لك دي كمان سالبه بس دي ام دوت ان، يبقى عندي كمان سالب هنا جاي من الايه؟ من الدوت برودكت، سالب مع سالب بموجب. طيب جميل. وهنا سالب، السالب ده اهو زي ما هو، وهنا الفي اكزيت والرو في دي اي ديت هي الام اي دوت. كلام جميل. طيب وهنا سالب مع سالب بموجب، ويبقى عندي هنا الفي انلت ورو في دي اي دي هي الايه؟ الام دوت. هنا بقى واحد يجي المفروض كان يسالني سؤال مهم جدا، يقول لي يا باشمهندس هل الام دوت دي هي هي الام دوت دي؟ الاجابه لا. امال انت عاملها كده ليه؟ هنشوف دلوقتي انا عاملها دلوقتي كده ليه. ببساطه قوي هي المفروض سالب في اكزيت في الام دوت اكزيت اللي هي الخروج. ام دوت اكزيت دي بتبقى عباره عن ايه المفروض؟ قال لك هي عباره عن ام دوت اير زائد ام دوت فيول زائد في ان في الام دوت ان. الام دوت ان مين هي؟ مين هي؟ ام دوت اير فقط. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك اللي بيحصل جوه هنا ان انت بيخش عندك الهواء، الهواء ده يتضغط جوه بكمبريسور وبعد كده يخش جوه كومباستن تشيمبر. جوه الكومباستن تشيمبر دي بيتم اضافه الوقود وبعد كده يحصل الحريقه ويطلع على التربينه وبعد كده الاكزهوست. فالاكزهوست بيبقى عباره عن هواء ووقود. كلام جميل. طيب مين اكبر، كميه الهواء اللي داخله ولا كميه الوقود؟ قال لك الاير تو فيول ريشيو اللي بتستخدم في الطيارات، اير تو فيول ريشيو كبيره جدا. اير تو فيول ريشيو بتبقى كبيره جدا، ممكن مثلا توصل ل 300 150، ارقام كبيره قوي، من 60 ل 70 لو انت عندك فول لود. تخيل 60 70 ده معناه ايه؟ يعني الهواء 60 ضعف الايه؟ الوقود. وممكن في اللايت لود يبقى 150 و200 وارقام كبيره. فبالتالي الاير تو فيول ريشيو، الاير تو فيول ريشيو دي بتبقى رقم عالي جدا. يعني معنى كده ان كميه الاير اكبر بكتير قوي من كميه الايه؟ الوقود. فانا ممكن اهمل كميه الوقود دي واسيبها هنا ام دوت اير وام دوت اير، يبقى دي ام دوت وايه؟ وام دوت زي ما انا عاملها هنا. لكن هما في الحقيقه مش قد بعض، لكن انا كتبسيط خليتهم الاثنين ايه؟ قد بعض. كلام جميل. طيب نعمل ايه؟ قال لك ودي شايف كده الام جي كوزاين سيتا والدي واللي هي الترم بتاع الانرشيا كلهم بالسالب. جميل. وديهم الناحيه الثانيه، هيبقى ام جي كوزاين سيتا زائد دي زائد ام دي في باي دي تي. وشايف الترم بتاع الام دوت في سالب الفي اكزيت زائد ام دوت في الفي انلت، وديهم الناحيه الثانيه، هيبقى ام دوت في الفي اكزيت بقى بالموجب، وام دوت في ناقص الفي ام دوت في ناقص الفي انلت ده بقى ايه؟ بالسالب.
وخلي الترمات دي زي ما هي، بي اتموسفيرك في اريا انلت ناقص اريا اكزيت، وبي اكزيت في اريا اكزيت ناقص بي انلت في الايه؟ في الاريا انلت. ودي بقى معادله مهمه جدا وخطيره جدا. ايه المعادله ديت؟ قال لك انا عشان الطياره دي تطير لازم اتغلب على ثلاث حاجات مهمين جدا. الحاجه الاولانيه مركبه الوزن في اتجاه الايه؟ في عكس اتجاه الحركه، اللي هي الام جي كوزين سيتا والدراج فورس اللي هو بتاع الهواء والانيرشيا بتاعت الطياره لو انا همشي باكسلريشن. يبقى دول الثلاث حاجات اللي محتاجين نتغلب عليهم في حاله الايه؟ الطياره. طيب لو فاكرين في درس الصواريخ كان هنا كان في كوزين سيتا؟ قال لك لا. ليه؟ لان الصاروخ لما بيطلع بيطلع بطريقه ايه؟ فيرتيكال. لو فاكرين الصاروخ بتاعي كنت ببداه المساله كنت ببداها ان هو طالع ايه؟ فيرتيكال كده. ده الصواريخ اللي بيتم اطلاقها، لكن هنا هل في طياره بتطير فيرتيكال؟ قال لك الطيارات اللي بتطير فيرتيكال دي غالبا بتبقى يا اما الهليكوبتر يا اما مثلا اللي هي الحاجات الاف 35 الحديثه قوي دي، واحنا هنا بنتكلم على الجنرال كيس، الطياره على طول بتطير بميل، فبالتالي كده اخذنا الجنرال كيس هي ايه؟ ان الطياره مايله بميل. فبالتالي عندي مركبه الكتله في الاتجاه ده والدراج فورس والايه؟ والانرشيا لو الطياره ماشيه باكسلريشن. كلام جميل؟ جميل. طيب الحاجات دي بتغلب عنها عن طريق مين؟ قال لك بتتغلب بيها عليها عن طريق ثلاث مركبات. المركبه الاولى دي بيسموها نت مومنتم. نت مومنتم. ايه النت مومنتم دوت؟ قال لك هو عباره عن الجروس مومنتم اللي هو الام دوت في الفي اكزيت، ده بيسموه الجروس، ناقص الام دوت في الفي ان اللي بيسموه المومنتم دراج. المومنتم دراج. يبقى عندي هنا الفي ان دي اللي داخله من هنا دي بتعمل لي دراج، بتعمل لي دراج فورس، وده شيء متوقع طبعا. والاكزيت دوت اللي من هنا ده المومنتم بتاع الاكزيت ده بيعمل لي ايه؟ ثراست. يبقى الام دوت في الفي اكزيت اسمه جروس ثراست، جروس ثراست، والام دوت في الفي ان ده بيضرني فبسميه ايه؟ مومنتم دراج. كلام جميل. يبقى دي كده اول كيس او اول ثراست كومبوننت بنسميها النت ايه؟ مومنتم، اللي هي ام دوت في الفي اكزيت ناقص الفي ان. جميل. طيب عندي هنا كومبوننت جديده اسمها بي اتموسفيرك في الاريا انلت ناقص الاريا اكزيت، ودي اسمها الاكسترنال بريشر دراج. الاكسترنال بريشر دراج. طيب وعندي هنا الكومبوننت دي البي اكزيت في الاريا اكزيت اللي هو البريشر فورس اللي من الناحيه دي ناقص البي انلت في الاريا انلت، ودي بنسميها الانترنال بريشر ثراست. يبقى عندي دي الانترنال بريشر ثراست ودي الاكسترنال بريشر دراج ودي اسمها النت مومنتم ثراست. يبقى الثلاثه كومبوننتس دول مجموعهم مع بعض بيديني مين؟ التوتال ثراست بتاعي. يبقى التوتال ثراست بتاعي هنا بيساوي ايه؟ بيساوي ده زائد ده زائد ده، والمعادله دي نبقى عارفينها وحافظينها كويس قوي. طيب التوتال ثراست دوت بيتغلب على ايه؟ قال لك بيتغلب على ثلاث حاجات، الجرافيتي في اتجاه ثيتا والدراج فورس والايه والاكسلريشن. ده في لحظه ايه ده؟ ده في لحظه التيكنج اوف. وعشان كده قلت لك ان الثراست هنا لازم يبقى ماكسيمم. ليه ماكسيمم؟ عشان يتغلب على الثلاث حاجات دول. وعشان كده ساعتها قلت لك ان التمبريتشر عند التربينه بتبقى عاليه جدا. ليه؟ عشان اقدر احصل على الثراست العالي دوت. طب افرض انت الطياره بتاعتك كانت بتطير مثلا هوريزونتالي. يعني ايه هوريزونتالي؟ يعني خلاص في الكروز سبيد اللي هي الكيس الثالثه لو فاكر اهي الثالثه دي الطياره بتاعتك كانت بتطير بطريقه كده اهي، ادي اهو الجناح اهو وجناح اهو وبتطير كده ايه هوريزونتال. هل الماس ساعتها في محتاج تتغلب عليه؟ قال لك لا، ساعتها الترم ده بيروح عندي. يبقى انت بس محتاج تتغلب على الدراج فورس وعلى الاكسلريشن لو انت ايه الطياره بتاعتك دي بتعمل اكسلريشن. طب افرض الطياره بتاعتك دي بتمشي بسرعه كونستانت، يبقى انت كمان مش محتاج ايه تتغلب على انرشيا، يبقى انت جاست بتتغلب على الايه؟ على الدراج فورس، ودي هنا الثراست بيبقى قيمته ايه؟ قليله. كويس؟ طيب ده كده في الايه؟ في الكروز سبيد. طيب جميل قوي. طيب تعالى نشوف الترمات ديت، هل على طول قيمه الثراست بتساوي الارقام دي؟ قال لك لا. لو انت على الكروز سبيد برضو بتلاحظ ان البي انلت اللي هو البريشر الدخول بيساوي البي اتموسفيرك. يبقى البي انلت ده ممكن نشيل مساحه كده ونكتب هنا ايه؟ بي اتموسفيرك. والفي انلت دوت بيساوي في واحد او بنسميه مثلا في اير كرافت. ساعات بيسموه ايه؟ في واحد اللي هو سرعه الايه؟ الطيار. طيب بص كده بي اتموسفيرك في اريا انلت هنا بالسالب
وعندي بي اتموسفيرك في الاريا قلت بالموجب، يبقى ممكن اضيع ده مع ده، يبقى لي ايه؟ ام دوت في الفي اكزت ناقص الفي انلت اللي ممكن نسميها في 1 اللي هي سرعه الطياره، زائد شايف كده الاريا اكزت في بي اكزت، وهنا عندي اريا اكزت بس بالسالب في بي اتموسفيرك، يبقى هطلع الاريا اكزت كومن فاكتور، يبقى اريا اكزت في البي اكزت ناقص الايه؟ البي اتموسفيرك. يبقى كده بقى الكومبوننتس عندي بدل ما كانوا 3 بقوا كام؟ 2. عندي الكومبوننت اللي هو اسمه النت مومنتم، والكومبوننت الثانيه اللي هي بتاعت الايه؟ البريشر ديفرنس، اللي هي دي شبه مين لو فاكرين؟ دي شبه بتاعت الصاروخ، بس الصاروخ الفرق ما بينه وبين هنا كان فيه ايه؟ ان مفيش هنا في انلت. كويس؟ طيب الفي انلت دي ممكن اتخلص منها؟ قال لك ايوه، في الاس ال اس اللي هي السي ليفل ستاتيك الفي ال دي تقريبا بصفر. فبالتالي دي ممكن اهملها كمان، فساعتها هتبقى ايه؟ هتبقى ام دوت في اكزت زائد الترم ده كمان ايه معايا. طيب ممكن اكتر من كده كمان؟ قال لك اه، شايف كده لو الترم بتاعك ده كان فول اكسبانشن، يعني لو كان البريشر اللي بيبقى هنا ده بتبقى النوزل ديت زي ما هنشوف بعد كده دي فول اكسبانشن. يعني ايه فول اكسبانشن؟ يعني البي اكزت هو هو البي ايه؟ اتموسفيريك، ساعتها ده هيروح مع ده، يبقى بالتالي هتبقى في الاخر ايه؟ ام دوت في الايه؟ في الفي ناقص الفي، اللي هي ايه؟ زي الكيس ديت اللي هو القوس دوت اللي هو الايه؟ النت مومنتم ايه؟ فلوكس. يبقى احنا كده من الفيديو دوت اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا حاجات مهمه جدا، اهمها ازاي نحسب الثرست، وعرفنا ايه هي الكومبوننتس الثلاثه بتوع الثرست. ولو انا عندي الحاله بتاعت الاس ال اس اللي هي سي ليفل ستاتيك يبقى الفي انلت بيساوي صفر، ولو فول اكسبانشن البي اكس بيساوي البي اتموسفيريك، وبالتالي الترم ده هيروح معايا. وعرفنا كمان الجنرال كيس اللي بتاعتنا عامله ازاي. والسؤال دلوقتي اللي لازم نساله نفسنا، انا كراجل ديزاينر دلوقتي محتاج ازاي اكبر الثراست بتاعي؟ لو احنا قلنا مثلا ان المعادله بتاعتي فول اكسبانشن وده الديزاين يعني عليها، بيبقى ادي كده في انلت مثلا، ده كده الثراست في حاله الفول اكسبانشن والديزاين ايه كونديشن، او اللي هي الايه الفلايت كونديشن او الفلايت ديزاين كونديشن. عشان تزود الثراست يا اما تزود الام دوت يا اما تزود الايه؟ الفي اكزت اللي طالعه من الطيار. طيب انهون هيبقى احسن بقى؟ قال لك ساعتها لازم تلجا لحاجه اسمها الايه؟ البروبالشن افشنسي، عشان تعرف لو ده زاد هيبقى احسن ولا ده زاد هيبقى احسن، ولا هتعتمد على الكونديشنز اللي انت بتطير بيها. يعني مثلا لو الطياره بتاعتك دي طياره حربيه ولا طياره مدنيه ولا طياره صغيره من بتاعه رش المبيدات، هيختلف الكلام دوت من طياره للتانيه. وهو ده الاساس اللي اتعمل عليه الفاميلي بتاعت الجيت انجنز، اللي هي الجيت انجن فاميلي. عندنا انواع كتيره قوي علينا الترم دوت، المفروض ان شاء الله هنعرفها. كل نوع كان ليه فلسفه معينه بحيث ان هو ايه؟ يحصل على احسن اداء للمحرك بتاعه. وهو ده ان شاء الله اللي هنشوفه في الفيديو الجاي. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت، وفهمنا الثراست بتاع الطيار ده ايه هي الفاكتورز اللي بتاثر فيه، عرفنا الفرق ما بينه وما بين الروكيت انجن، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.